ويهاجم ويبادر. نعم معصومة بالتخصص، الأمور محسومة. يسجل سادس أهدافه في الدوري وتاسع أهدافه الشخصية في شباك الشباب. ووسط أنظار كارينيو اهتزت شباك فاروق بن مصطفى. أن عندنا ناصر الشمراني، ناصر لديه ستة في الأهلي ويتقدم. الله، خالد كعبي بيأخذ كورة من ناصر الشمراني ويسجل هدف التعادل. الله على مباريات الشباب والأهلي، الله على القمة، قمة جولة وأكثر من ذلك قمة متعة. محمد آل فتيل الذي تعرض لإصابة في التمارين ولم يلحق بالانضمام، الآن الله يا أيقونة الفرح الخضراء، الله يا صديق الشباك وسيد منطقة الجزاء. وكلها أمام السومة، فيدفا بيحول بالرأس بتتهيا السومة بالكعب، جميلة راقية مذهلة. الله يا أهلي، الله 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 الله، كرة بالكعب من السومة ومعتز حط الكرة في مكان صعب. بيحضر كرة كلاوديو مير، بيحضر حلوة لسعيد المولد، العرضية من يقابل، حط الله، حط الرابع لبقاوي، حط الرابع. والأهلي رائع بكل ما تحمله الكلمة، الكلمة للأخضر. صاحب هدف ليوناردو الآن يتقدم وبيحط جول. البرازيلي يعلن عن الخامس. الأهلي يضرب ويوجع، الأهلي يضرب ولا يرحم. التمساح يقف على الليث، كرة شبابية، جول جول. نعم سعد الأمير في شباك ريفا.